مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، يا هلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم تم. الليلة راح نتحدث عن قطاع جدا مهم، نتحدث عن قطاع الطيران، وتحديدا عنوان حلقتنا توطين قطاع الطيران. هذا القطاع الهام الحيوي اللي تشير الدراسات إلى أنه نسبة النمو فيه بين 6 إلى 7% خلال 8 أو 10 سنوات القادمة، معناته في اتساع في هذه الصناعة. احنا منطقة لوجستية تربط قارات العالم، احنا عندنا الآن في السياحة، عندنا يعني في صناعة ورش عمل في البلد لتطويره، بالتأكيد تنعكس حتى على هذا القطاع الحيوي الهام قطاع الطيران. طيب كيف وضع هذا القطاع حاليا؟ كيف وضع شبابنا؟ تواصل معنا مجموعة من الطيارين اللي العاطلين في قطاع الطيران، ولذلك خصصنا الحلقة عن هذا القطاع بشكل عام وتوطين القطاع سواء كطيارين أو حتى الوظائف الأخرى اللي في قطاع الطيران ولها مستقبل، واللي تحتاج فعلا إلى أن ندقق ونعيد النظر كيف واقعها، واقع شبابنا كذلك وبنات الوطن في توطين هذا القطاع. قبل ما نبدأ مع ضيوفي خلونا نشوف حنا وياكم هذا التقرير وبعدين ننطلق. تشهد المملكة تطورا كبيرا في خدمات النقل والطيران، أحد هذه المجالات التي تسابق عليها الشركات. الطيارين السعوديين لا يزالون يبحثون عن الفرص لهذا المجال الذهبي. اليوم نتكلم عن 800 طيار عاطل عن العمل لم يجد من يستقطبه. كانت إحدى مطالب الطيارين أنه يعني نقدر نخدم أو نتدرب بمقابل نص الراتب. شركات الطيران تشتكي من الكلفة العالية لتدريب الطيارين بعد حصولهم على الرخص، فبالتالي يجيبون طيار أجنبي يكون جاهز ومؤهل أنه يستلم اللاين. اليوم ما نتكلم بس عن عطال الطيارين، عندنا مهندسين عاطلين على العمل، عندنا كوادر وطنية تقدر تخدم في التموين، في الخدمات الأرضية، في تعبئة الطائرات. هذه المجالات برضو لا ننساها في قطاع الطيران. ويوجد في المملكة 5 شركات طيران تنافست في المجال الطيران الداخلي والدولي عبر استقبال أكثر من 99 مليون راكب سنويا وأكثر من 700,000 رحلة سنويا في مختلف مطارات المملكة خلال عام 2018. هل التكاليف الباهظة للتدريب تقف عائقا دون توطين الطيار السعودي؟ لبرنامج تم، عبد الله صبيعي. شكرا لزميلنا عبد الله السبيعي. ارحب معي بضيوفي في الاستوديو، معي المهندس الكابتن عبد المحسن العريفي مدير عام التدريب في طيران ناس، كذلك ارحب معي بمهندس طارق العيدي وهو مهندس طيار ومتخصص في سلامه الطيران، وارحب كذلك معي بالاخ ناصر الغامدي وهو طيار سابق ومتخصص في امن الطيران، وبيكون معنا مجموعه مداخلات من بعض شبابنا اللي يبحثون عن فرصه وما زالوا وما يأسوا في قطاع الطيران. انا استاذنكم ابتداء بس خلونا معي على يعني عبر الخط او اتصال هاتفي الاستاذ ابراهيم الروسا المتحدث الرسمي للهيئه العامه للطيران المدني. استاذ ابراهيم مساك الله بالخير. الله يمسك برضا والعافيه، ورحب بك استاذ خالد وبضيوفك الكرام ومشاهدينا الجميع. اخوي ابراهيم، يعني مباشره انا يعني بسالك عن ملف جدا مهم، توطين هذا القطاع، قطاع الطيران. نعرف انه عندنا وزاره العمل هي المعنيه وماسكه موضوع ملف التوطين بشكل عام، لكن الوظائف المتخصصه تنسق مع الهيئات او الجهات اللي لها ارتباط فيها، ومثل مثلا الهيئه العامه للطيران المدني. وينكم في هذا الملف؟ وين وصلتم؟ هل في استراتيجيه واضحه لتوطين هالقطاع؟ طيب انا اشكرك بدايه استاذ خالد على تسليطك لهذا الضوء يعني في جانب مهم جدا في الهيئه وهو تطوير الكفاءات وتوطين الوظائف. طبعا توطين الطيران يواجه تحديات مثله مثل اي قطاع اخر يتصف بالنهوض السريع والاتساع المستمر. لكن نقراها على انها تحديات وليست عواقب مشيئه الله تعالى. لم تقف الهيئه مكتوفه الايدي، بل واجهناها، وبالرغم من وجود تحديات ابرزها طبعا ان هذا القطاع غالبا ذو ندره في التخصصات الجامعيه، وبالتالي هناك ندرة في الكفاءات مقارنة بحجم القطاع. التوطين وصل إلى المستويات الإدارية حاليا، ولكن بمشيئة الله تعالى.
في الهيئة العامة للطيران المدني عقدنا العزم وفقا لتوجيهات القيادة الرشيدة ومتابعة معالي الوزير ومعالي الرئيس على توطين هذا القطاع ووضع مبادرات وخطط بالتعاون مع وزارة العمل. أبشركم وخلال الفترة القادمة بمشيئة الله ستصدر مبادرة تسعد زملائي الطيارين تهدف لتوطين وظائف الطيارين المساعدين في شركات طيارات التجاري. طيب مرخص إبراهيم خلنا يعني أبي بارقة الأمل، وش هي هالمبادرة يعني ودنا تخصنا فيها؟ طيب بمشيئة الله تعالى سيتم تنفيذ هذه المبادرة بعون الله مطلع عام 2020 لتوظيف أعلى نسبة من العاطلين على وظيفة مساعد طيار. في الواقع نحن نريد رفع نسبة مشاركة وتمكين الكوادر الوطنية في هذا القطاع المهم جدا. الهيئة العامة للطيران المدني ومن منبرك أستاذ خالد ستلزم الهيئة كل شركة بالاستثناء بتقديم خطتها للتوطين خلال فترة زمنية لا تزيد عن 60 يوم مطلع 2020 على أن تطبق هذه الخطة بمشيئة الله في مدة أقصاها 12 شهر وذلك حتى شهر 12 من عام 2020 بحول الله تعالى. جميل، يعني هذه مبادرة يعني بارقة أمل ويعني وأعلنت عنها من منبر برنامج تم، إن شاء الله أنك تبدون فيها مع مطلع 2020 يعني قريب يعني ما هو بعيد. لكن كيف يعني وبتنسيقكم مثلا مع يعني مثلا شركات الطيران بيقولوا والله تكلفة التدريب عندنا عالية والكوست عالي على الشباب تمام وتدريبهم حتى على وظائف مساعد طيار، ويعني هذه الأعذار اللي يتحدثون عنها هل أنتم بتساعدونهم حتى ما تكون فيها أعذار للشركات؟ طبعا استاذ خالد في بدايه تقديمك لهذه الحلقه ذكرت الارقام الكبيره التي حققها قطاع الطيران. لم تتحقق هذه الارقام الا بتكاتف الجهود، الهيئه لا تعمل لوحدها، تعمل اكيد بشركائها في القطاع الخاص وشركات الطيران جميعهم. عندما نؤمن باهميه هذا الامر وتوطين هذه المهنه بمشيئه الله سوف يعني نتجاوز هذه العقبات والصعوبات كلها. يعني حتى الهيئة علاوة على المبادرة اللي ذكرتها في بداية عطني 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 عطنا بارقة أمل، وش بعد في مبادرات ثانية جاية؟ إن شاء الله تعالى هناك حوافز الشركات الخاصة التي توظف مواطنين جيد وتكثف المبادرات، وإحنا كذلك في الهيئة ندعم البرامج وندعم الجامعات على تدريس تخصصات الطيران لتوفير كوادر سعودية إن شاء الله تعالى. بس أهم نقطة إبراهيم، بس يعني معلي تحملني وأنا أخوك أنت يعني أنا أتحدث والله بمعاناة اللي تواصلوا معانا، وبالتالي أحاول أسأل الأسئلة اللي هم في بالهم. كيف تضمنون التزام؟ أنتوا بتحطون حوافز، بس كيف يعني تضمنون التزام الشركات؟ يعني شفنا بعض الشركات سابقا أعلنت على توطين مثلا وظيفة مساعد طيران من غير ذكر أي شركة يعني في النهاية، لكن بعضها ما التزم. يعني ما نبي أخبار صحفية تطلع وأنه سنلتزم ويعني وفي النهاية على أرض الواقع ما قاعدة تنفذ هذا الجانب. كيف تضمنون يعني تجاوب والتزام شركات الطيران في هالجانب؟ إن شاء الله تعالى بالتعاون هذه الشركات مع المبادرة التي ستطلقها الهيئة بمشيئة الله تعالى سوف يكون ما يعني تلك الشكاية التي وصلتك من زملائنا الطيارين ستنفذ على أرض الواقع بعون الله. طيب باقي الأقسام في صناعة الطيران وكيف الوضع؟ هل في استراتيجية طيب واضحة يعني للاحتياج لها في قطاع مثلا سلامة الطيران، في قطاع الخدمات الأرضية؟ أتوقع وظائف الطيران كثيرة يعني فتحتاج أكيد إلى استعداد وتهيئة. بالتأكيد هذه المبادرة لا تكتفي فقط بتوطين وظيفة مساعد طيار، إنما نمزجنا بها لأنها حقا وظيفة مفترض أنه يعني يتولاها السعوديين. لدينا الحمد لله يعني نسب عالية جدا في مسألة وجود كوادر سعودية في مجال القطاع الطيران بمختلف مثل يعني الملاحة الجوية، والحمد وصلنا إلى نسبة 100% في هذا الإطار، ونحن عاقلون العزم على الاستمرار إن شاء الله في التوطين لبقية نبي يعني نبي يعني نبي نفس وضعية المراقبين الجويين. عندنا ما شاء الله الأكاديمية السعودية للطيران اللي لها ما شاء الله يمكن كم سنة، 58 سنة أو 52 سنة، والآن يمكن قطاع المراقب الجوي له حساس جدا كله سعوديين، أكيد نفتخر بالتجربة. نبيها على باقي يعني الوظائف المتعلقة بقطاع الطيران إن شاء الله، وأنت أعطيتنا بارقة أمل وإن شاء الله نشوف ثمارة قريب بحول الله.
ان شاء الله تعالى. شكرا لك استاذ ابراهيم الروس المتحدث الرسمي للهيئه العامه للطيران المدني. احنا اظن ان نبدا يعني براي طبعا الهيئه العامه للطيران المدني. وزاره العمل طبعا تواصلنا معاهم، ويعني كونها هي المعنيه بقطاع او بالتوطين بشكل عام في كافه القطاعات، يعني لربما يمكنهم انا اقول على انهم بيشاركون معنا، خاصه نعرف انه وش التحفيز اللي يمكن يقدم، كيف يمكن التشريعات والانظمه بالتنسيق اكيد مع الهيئه العامه للطيران المدني تكفل فعلا انه عندنا استراتيجيه قدام، مو بس ردود افعال، لا نضمن توطين هذا القطاع والارتقاء فيه، خاصه انه راح ينمو وقاعد ينمو سنه وراء سنة. لكن لعلهم نحسن الظن نقول، وهم وعدونا حتى بحلقة إن شاء الله خلال الفترة القادمة، ولعل تكون إن شاء الله مع بداية قرار الهيئة العامة للطيران المدني، ويكون معنا الهيئة العامة للطيران المدني ويعلمونا كيف سيكون على أرض الواقع تطبيق هذه المبادرة. وأعيد وأكرر، الهيئة العامة للطيران المدني، وهذه بشرى إن شاء الله لإخواني الطيارين العاطلين، الهيئة العامة للطيران المدني تعلن أنها ابتداء من 2020 خلال الأيام الجاية راح تبدأ بمبادرة توطين وظيفة مساعد الطيار على جميع شركات الطيران، وستلزمها بنسبة تحققها في هذا الجانب. نبي نتكلم على اللي قاله، ونبي نتحدث عن الواقع والتحديات وش اللي ترونه أنتم متخصصين في الصناعة بعد الفاصل. يا اهلا فيكم، وجدد ترحيب بضيوفي معي في الاستديو، الكابتن عبد المحسن العريفي مدير عام التدريب في طيران الناس، كذلك طارق العيدي وهو مهندس طيار متخصص في سلامه الطيران، وناصر الغامدي طيار سابق ومختص في امن الطيران. خلينا نبدا معك يا عبد المحسن. اعلنوا عن المبادره، طبعا عندكم تجربه انتم في توطين مساعد الطيران في طيران الناس، عشان كذا جبناكم كتمثلون كل شركات الطيران تعطون تجربتكم. أبي التجربة بس، وعطني رأيك في مسألة أنه ستلزم الشركات بأن توطن مثلا وظيفة مساعد الطيار. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، شاكر لك يا أستاذ خالد الاستضافة الكريمة وتسليط الضوء في قطاع مهم في أحد روافد اقتصاد البلد، خصوصا مع رؤية واضحة إن شاء الله إلى تسير بشكل سليم إلى إن شاء الله تحقيق أهدافها. في طيران الناس بدأت برنامج توظيف الطيارين السعوديين فقط منذ 2010 برؤية بحلول عام 2020 توظيف 200 طيار، ولله الحمد قبل الوصول إلى 2020 تم الإعلان عن انتهاء من 200 طيار سعودي مؤهل الآن، و16 منهم الآن أصبحوا في كقادة الطائرات، والبرنامج ولله الحمد مستمر، وبدأت البوادر أول فصول الدراسية لهذا العام والتي ستستمر إلى منتصف 2020 بالقبول الأخير اللي تمت إجراءات القبول لهم. فيما يخص نسبة توطين يعني وظيفة مساعد الطيار، كان الهدف مرسوم من عام 2012. كم الحين نسبة 100% عندكم؟ مساعد الطيار الآن ولله الحمد والثناء والمنة وبجهود المخلصين في الشركة وتحقيق أهدافهم، وهذا أعلن يعني أنه أصبحت 100%. كم طيارة عندكم أنتم؟ مساعد طيار حاليا كم طيارة عندكم عشان أعرف أنا طيارة؟ كم طيارة أو اسطول؟ الاسطول 30 طيارة. 30 طيارة حاليا، وتم الإعلان عن في 2016 عن شراء 80 طيارة مؤكدة و40 تحت الطلب، وال80 زيدت في معرض دبي الأخير إلى 10 طائرات حديثة، أحدث ما توصلت له في نارو بادي 321 XLR. طيب أنا بتكلم معك بعد عن التحديات ومع مثلا توجه الهيئة العامة يمكن ذكروا إبراهيم، لكن خليني أخذ رأيك طارق كمختص، يعني أو شيء تعليقك ورأيك بما ذكره الأستاذ إبراهيم الروسة. في البداية أحب أشكر لك استضافة أستاذ خالد، وأرحب بالضيوف كابتن عبد المحسن العريفي والأستاذ ناصر.
بداية مقدمة سريعة عن قطاع النقل الجوي في المملكة. صناعة النقل الجوي ركيزة أساسية لأي اقتصاد متين حول العالم. المملكة العربية السعودية تحظى بموقع جغرافي مميز يربط آسيا بأوروبا وأفريقيا، لذلك كانت أحد أهم ركائز رؤية 2030 بقولة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، أنه الاستثمار في الخدمات اللوجستية في قطاع الطيران. نتج عن ذلك تحول في الأرقام عندنا في سرعة النقل الجوي من 2017 إلى 2018 حسب الاتحاد الدولي، تقرير الاتحاد الدولي السنوي، الاتحاد الدولي للنقل الجوي، زيادة في الناتج المحلي 5%، 136 مليار ريال فقط من قطاع النقل الجوي، مقارنة ب 127 مليار في 2014. عندك زيادة عدد الركاب عابرين عبر جميع مطارات المملكة من 2012 إلى 2013 كانت النسبة من 12 إلى 13 كانت النسبة عندك 5.2%. 14 من 13 إلى 14 صارت النسبة عندك 9.7. الجروث ريت عندك أو معدل النمو عندك تدبل في 5 سنوات. عندنا قطاع واعد. عندك قطاع واعد. الآن حاليا عندك 100 مليون مسافر يعبر مطارات المملكة سنويا. سنويا. عندك الآن في المملكة العربية السعودية شركات النقل التجاري، وعندك شركات الشحن الجوي والطيران الخاص وملاك الطائرات الخاصة، عندك 350 طائرة من 5 إلى 7 سنوات حتدخل 250 طيارة مع 350 هذه، يعني تقريبا حيصفالك 600 طائرة تقريبا. بتكلم بشكل عام كمختص في قطاع الطيران، طائرة من نوع 737 أو 320 نارو بادي ركاب من 150 إلى 180 راكب حسب الكونفيجريشن حق الطيارة، تحتاج تولد لك 70 وظيفة مباشرة وغير مباشرة. الاتحاد الدولي للنقل الجوي قال عندك هنا في المملكة العربية السعودية 594 ألف وظيفة في 2018 مباشر وغير مباشر. بديه بسعد مرة ثانية في قطاع الطيران بس. في قطاع الطيران بس. عدلي مرة ثانية. قطاع النقل الجوي. النقل الجوي بشكل عام. بشكل عام 594 ألف وظيفة في 2018. هل بتكون متوفرة؟ هذه موجودة، هذه عندك في 2018 كانت. إيه. أنا أتكلم، شوف أنا أتكلم الآن من بشكل عام نظرة شمولية على القطاع كامل، ما أتكلم عن الطيارين. هو جزء من الموضوع. هو نعطيها من الموضوع. عندك 594 ألف وظيفة مباشر غير مباشر. لما تقول لي مباشر تقول لي طيارين، مضيفين جويين، سلامة، صيانة. لا طقق بالقلب بس عشان ما يطلع الصوت. أنا مركز معك. إيه أسلم. عندك الطيارين، صيانة، تشغيل، خدمات أرضية. الوظائف غير مباشرة عندك مكاتب السياحة، مكاتب الفيزا الآن اللي عندك، تأشيرة سياحية، خدمات سياحية اللي عندك الآن تتولد أكثر وأكثر. فإذا ما أنت انتبهت حاليا للتوطين واللوكاليزيشن حق الصناعات هذه في البداية، التوطين بالنسبة كجهات حكومية الآن، ما أتكلم عن الطيارين، أتكلم عن قطاع كامل، يصعب تنفيذه الآن مباشرة. ليش يصعب تنفيذه؟ ما دام هاي الطيران تقول عندنا إرادة وعندنا مبادرات خلاص. هذه تكلم بشكل مخصوص عن الطيارين، أتكلم عن القطاعات الثانية. وسألت وأنا قال إن شاء الله حتى مقبلين على الجانب حتى في كل الوظائف. ما عندك كوادر مؤهلة. طيب هنا نرجع الحين دخلت لنا في موضوع، أنت قلت لي عندنا أو بنكمل مع بعض حوار، عندنا قطاع واعد يعني قاعد ينمو، مفروض أنه كذلك الصناعة تنمو، مفروض يولد وظائف، وبرجع وحكم. بس خليني أسألك في هالجزئية ناصر. تفضل. طيب وين التحدي وين المشكلة؟ أول شيء أمسي عليك بالخير وعلى ضيوفك الكرام وعلى السيدات والسادة المشاهدين والمشاهدات. أنا يبدو لي أن المشكلة هي أو من المعوقات عدم توطين الصناعة، صناعة النقل الجوي في المملكة العربية السعودية. أنا لي تجربة في دراسة الطيران وتخرجت من أمريكا عام 95، ولما رجعت لأسباب كان أيام يتهمى في إلا ناقل واحد، ولعلنا نلتمس له العذر في ذاك الوقت، لكن الآن الوضع تغير تماما. حوالي 24 سنة من 95 إلى الآن، هل وطننا صناعة النقل الجوي ومن ضمنها الطيارين يعني تعليمهم وتدريبهم داخل المملكة، وبالتالي يحصلون على رخصة، وبالتالي الخطوة الأخرى ينتقلون إلى شركات الطيران؟ يعني وين فيه 24 سنة؟ هذا عائق كبير جدا يا أستاذ خالد. الطيران، دراسة الطيران ليس مجرد الحصول على الرخصة فقط، مجرد الحصول على الرخصة هذه الخطوة الأولى اللي توديك لما بعدها في التدريب، اختبارات الهيئة العامة للطيران المدني وفق الانترناشنال ستاندرز، تتأكد أنك أنت يعني طيار حصلت عليها بموجب المعايير، وبعد كده تنتقل إلى التدريب، تنتقل من الطيران على المحركات المروحية إلى النفاثة. نحن بحاجة إلى توطين صناعة النقل الجوي في المملكة العربية السعودية لكي
زي ما تفضلوا الزملاء لكي طيب نغطي هذا الموضوع. أنا بعرف الآن لماذا إلى الآن يعني ما في رؤية لنا واضحة، إن اتفقت يعني مع من يقول هذا الشيء في موضوع توطين. يبدو لي إنه في يعني في غياب للاستراتيجية. يعني لو في استراتيجية واضحة المعالم من زمان كان أصبح بدل يعني ما يطلعون أبناءنا وبناتنا يدفعون آلاف الريالات خارج الوطن ويتخرجون طيارين وصيانة ومهندسين جويين، كان هذه الصناعة وطنت عندنا. وأصبحنا الآن لو في استراتيجية واضحة المعالم، القضية ليست قضية يعني طيران، قضية النقل الجوي بصفة عامة صناعة، وقضية ليست فقط قضية يعني الهيئة العامة للطيران المدني، بل تشمل عدة قطاعات وعدة جهات لأنها استراتيجية. احنا الآن زي ما قالوا الشباب الجروث عالي جدا في الركاب، احنا الآن عندنا مشاريع مطارات جديدة في نيوم والبحر الأحمر وفي القنفذة، وعندك انت مشروع كبير، انت منطقة لوجستية بتصير تربط بين القارات، يعني تتكلم غير السياح اللي قاعد تنفتح بيجيك السواح يعني من كل مكان، يعني معناته القطاع واعد جدا استراتيجي قاعد ينمو. معقولة ما عندنا خطة لتوطين؟ وانا بسألكم بعد الفاصل على الجزئية، فاصل بعد الفاصل نرجع لكم الحوار. أهلا فيكم، أنكم الحديث عن توطين قطاع الطيران. وذكر بس في بداية الحلقة المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني ذكر أنه بداية من 2020 راح يلزمون شركات الطيران العاملة في السعودية على نسبة محددة في توطين وظيفة مساعد الطيار، وأعلن عنه في بداية الحلقة. خلونا بس نكمل، بس بقرأ أنا رسالة وأعطوني رأيكم في الرسالة لأحد الشباب العاطلين. يقول هي نقطة واحدة بس ورسالة نوجهها لوزارة العمل، اللي تمنينا أنهم يكونوا موجودين ويعلمونا وش يعني رؤيتهم وخطتهم لتوطين هذا القطاع بالتنسيق أكيد مع الهيئة العامة للطيران المدني، لكن لم يتجاوبوا معنا ووعدونا بحلقة قادمة ونشوف إن شاء الله الوعد القادم معهم. يقول طيب معي اتصال أقرأ، طيب خليني أقرأ الرسالة بس قبل الاتصال. يقول هي نقطة واحدة بس ورسالة نوجهها لوزارة العمل، أنها تلزم الشركات بمساعدة وظائف طيران أو طيار مساعد وتوقف قبول عقود غير السعوديين اللي يقولون التدريب بيكلف وماني عارف إيش. الرد هو أن تدريب ابن الوطن استثمار مضمون وربحه أكيد، وإذا مر فخلوه يدفع كلفة تدريبه من راتبه لو لمدة سنة أو سنتين بعد ما يتعين إن شاء الله كأغلب شركات الطيران الكبيرة والاقتصادية، وهو أن الطيار المتدرب يتكفل بمصاريف التايب ريتنج. هذه طبعا وش معنى التايب ريتنج عشان الناس اللي ما يعرفون؟ التأهيل، التايب ريتنج لما يتخرج الآن خريج طيار تجاري على نفس الدراسة تأهيل. طيب يقول أن الطيار يتكفل بهالمصاريف بعد العودة بالاستقطاع من راتب، مثال إرسال طيارين أكاديميات مختلفة لأخذ تدريبه بعد العودة، طرفين مستفيدين، الشركة ما خسرت وبالعكس استفادت، لأن المبلغ راح يرجع بطيار مستفيد وذو كفاءة عالية، وهذا الشيء المفروض يصير من زمان. إيش رأيك؟ يحتاج، وكابتن عبد المحسن أعرف مني بالموضوع هذا، يحتاج جت أورز ولا هو البرنامج يعني أنا أعطيك بس إضاءة على البرنامج. البرنامج يعني نقبل إحنا الدارسين على حسابهم أو المبتعثين من قبل الدولة عن طريق البرنامج وظيفتك بعثتك في سكولرشيب، ويتم فحصهم وبعد ذلك يمروا بعدة مراحل من الاختبارات، 3 مراحل أو 4 مراحل. من ثم يبدأ بالدراسة اللي هي لدى الشركة، تتخلل دراسة أرضية، دراسة على الأجهزة التشبيهية، بعدين على الطيارة اللي هو لا في برنامج معتمد من هيئة الطيران المدني بقبولهم حتى ب 260 240 ساعة. لكن فكرة يعني انه بعدين يستقطع من راتبه وكلفة التدريب يعني حتى هنا ما يعني ان شاء الله اننا لن نلجأ الى ذلك، يعني الدولة عزها الله جميل. ممكن ان تمول هذه البرامج وألا نستهدف يعني أرزاق الموظفين إن شاء الله. طيب هذه تعليق. ممكن زي ما تفضل كابتن، ممكن وزارة العمل إذا رأت أن تعمل مبادرات في البرامج الحكومية، تعمل مبادرات مع شركات الطيران في تدريب الشباب، لأنه التدريب مكلف، لأنه مهنة الطيار مهنة حساسة جدا جدا جدا، ومهنة مرتبطة بحياة البشر،
ومرتبطة بالممتلكات ومرتبطة بالسمعة، سمعة البلد لا قدر الله لو صار حادث. فتدريب الطيارين يعني لو وزارة العمل تبنت مع الهيئة العامة للطيران المدني وهيئات أخرى والقطاع الخاص أنها تبادر مع شركات الطيران وتقول معليش إذا أنتم تقولون تكلفة عالية إحنا ممكن نساهم معكم، وهذا جزء من توطين الصناعة، صناعة النقل الجوي وبناء والاستثمار طبعا في أبناء البلد، ليس في مجال الطيران الطيارين فقط صحيح. بل في مجالات أخرى مساندة كثير. طيب من تجربتكم خلينا نتكلم بكل صراحة، والحين أبغى أتكلم بشكل عام في القطاع والشركات، لما الهيئة تلزم نسبة توطين وظيفة مساعد طيار، أنتم في كوست عليكم تدريب وغيرها بيكون صحيح. طيب إذا وعدوا بالدعم، يعني وعدوا بالدعم يعني سواء إما عن طريق مثلا نقول وزارة العمل عن طريق هدف تقوم مثلا بدعم فعلا تدريب شبابنا وتأهيلهم، أو يعني بأي طريقة أخرى قد تكون في دعم قادم، هل عندكم عذر بعد يا شركات الطيران؟ أتكلم بشكل عام. نعم، يمكن أنك يعني حضرت الملتقى، آخر ملتقى تم في قبل يمكن أسبوعين. نعم، وتم التطرق إلى أنه بادرت أيضا إدارة تنفيذية في طيران الناس باستيعاب الأخوان العاطلين بوفق خطة زمنية مدة أربع سنوات استيعاب الموجودين بشكل عام، وأن تساهم معها على شرط أن تساهم معها القطاعات الحكومية والشركات الناقل النواقل الأخرى وسعودتها وتوطينها. أما أنه يعني أنه الكلفة والتمويل يمكن بس أنا كاتب عندي هنا إشارة أنا قلت 2016 وصحح لي المهندس خالد الطارق أنه 2018 تم توقيع اللي هي 80 طيارة، يعني بس عشان ترى الناس. طيب خليني معي اتصال هاتفي من معانا، معي اتصال هاتفي الأخ تركي الحمادي. أيوة السلام عليكم. سلام، حياك الله تركي. حياك الله يا سيدي، أنا اسمي تركي عبد الرحمن الأحمدي. اهلا تركي الاحمدي، عذرا على الخطا تركي الاحمدي، حياك الله تركي. اعطينا قصتك يعني باختصار بس عشان الوقت. ابشر طويل العمر. انا يا طويل العمر في عام 2017 فقدت وظيفتي في احدى شركات الطيران اللي اغفلت، وبعدها شركات الطيران السعوديه بادرت واعلنت في قنواتها الرسميه باستقطابنا واعاده توظيفنا. ومنذ ذلك اليوم وحتى اليوم احنا في عام 2019، يعني قاربنا على انتهاء 3 سنوات، ما في غير شخص واحد فقط اللي توظف واعلنوا ان هم وظفوه، البقيه الى اليوم ما في اي شخص منهم متوظف. وحقيقه انا كنت ابغى اضيف نقطه بسيطه اللي هي انه قطاع الطيران ليس مجرد كباتن فقط، يعني مع احترامي لزملاء الكباتن في كمان خدمات ارضيه، في الشحن الجوي، في الترحيل الجوي، المضيفين، هذه القطاعات إلى يومنا هذا ما زال فيها موظفين أجانب. أنا ولد المطار وكنت أشوف الشيء هذا بعيني، وكنت أزعل وأضايق إنه ليش إلى اليوم في موظفين أجانب موجودين في هذه الشركات، مع إنه الشباب السعودي مقتدر مؤهل وعنده القدرة الكاملة إنه هو يشغل مكان الأجنبي، بل وممكن يعطي أفضل من الأجنبي كمان. فهذه حقيقة تساؤلات كثير. لكن بس طيب وصلت، بس خليني أرجع بس عشان يعني أعرف بدقة. تقول أنت عاطل من عام كم؟ من عام 2017. وبعد ما أغفلت الشركة بادرت شركات الطيران وأعلنوا، وطبعا لما أعلنوا السكند ستيب اللي هو المفروض إنه ايش بعد هذا الاعلان؟ هل تم احتواء بس كم عدد تقريبا اللي كانوا عاطلين بعد عدد السعوديين اللي كانوا موظفين في جميع محطات السعوديه 109 اشخاص اللي توظف منهم واحد فقط. طيب وصل شكرا لك اخوي تركي. اضطر الناس كم من ضمن اللي اعلنوا عن المبادره صح؟ والله ما اذكر. لا من ضمن اللي اعلنوا بدون حتى بعض الشركات انه في استقطاب يعني شبابنا اللي بعد ما وقفت هو يعني عمل الخطوط القطريه في من ذاك الوقت، ولكن ما شفنا المبادرات على الارض. ليش؟ احنا تطرقنا يعني انه لازم لما يكون التركيز على قطاع الطيارين فقط. فهم هو صناعات صنعاء والمبادره يعني المبادرات اللي الان يعني تتم بالتنسيق مع الأكاديميات مع الجامعات السعودية في أن يكون مواد الأكاديمية
برنامج الأكاديمي يشمل بعض التخصصات الحساسة التي تحتاجها سوق العمل. يعني إحنا معنا اتفاقية مع عدة جامعات في الرياض وفي جدة وفي الشرقية بأنه يتم هناك تواصل أكاديمي بيننا وبينهم ونعرف هم يبون وش يبي السوق وعندنا النوهاو يعني التوافق بيننا وبينهم. وتم عمل ورش عمل مع الأخوان الأكاديميين في الجامعات على بعض التخصصات الحساسة التي يحتاجها الآن سوق العمل. يجب ألا نركز فقط على الطيارين. طيب والمضيفين بالتأكيد يعني احنا نتكلم عن صناعة الطيران بشكل عام، لكن في النهاية اللي أشوف أكثر للناس اللي عاطلين حاليا هم من يعني هو عندنا في ناس معهم أخذوا الرخص على وظائف طيار ولا آخره وقاعدين يعانون. القطاعات الثانية بعضها ما فيها سعوديين متخصصين، يعني بس بوضح لك المفارقة يعني في الجزئية، وأتوقع مهم جدا أن طارق تعطيني بس تعليقك على النقطة. أولا قطاع الطيران العمل، شوف حق مشروع للشخص أنه يختار يعمل في قطاع الطيران، وحق مشروع لا أنه يختار مهنة محددة في هذا القطاع. لكن السماء تتسع الكل، والسماء أوسع والأفق ما له حد. يعني عندك التخطيط الاستراتيجي للطيران، وهذا يدعم البزنس هوب للتريد العالمي في رؤية 2030 بحكم موقع المملكة الجغرافي. عندك تحقيقات حوادث الطيران، عمليات الطيران، هندسة المطارات، التخطيط والجدولة للملاحين، دراسات الجدوى، العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في قطاع الطيران. كل اللي ذكرتها لك هذه، إدارة المخاطر، إدارة الجودة، كل اللي ذكرتها لك تفتقر لكفاءات سعودية. في هذا جانب ثاني، هذا جانب. جانب ثاني، ما يمنع كونك حامل رخص طيران أن عندك مثلا البايلوت فيو أو نظرة الطيار تدعمها بشهادات مهنية فنية في أي قطاع ثاني، ممكن تبدأ فيه كارير يعني أو مسار مهني مميز. أنت كنت طيار صح؟ صحيح، معي الرخص. وغيرت مسارك؟ مو بس غيرت مساري، في الأصل مهندس وأخذت الرخص كهواية وأخذت فيها الجانب التكنيكلي وأفادني الآن يعني حاليا. فمن ناحية يعني أنك تفهم مثلا نظرة الطيار في بعض الأمور اللي ممكن تحتاج. طيب بس أنا الآن خلوني بس يعني أنا بطلع فاصل، بس بعد الفاصل أبغى نركز على وين التحدي والمشكلة بالضبط عشان نوطن هالقطاع، وإيش هي الحلول المقترحة من قبلكم كمختصين للمرحلة المقبلة. فاصل ونرجع. يا أهلا فيكم من جديد. نتكلم أو نكمل حديثنا عن موضوع توطين قطاع الطيران. ناصر خلينا الآن نتكلم عن يعني عندنا تحديات، كيف يمكن نواجهها ونتجه في الطريق السليم لتوطين هالقطاع؟ شوف جزئية الطيارين هي جزئية يعني تشكل نسبة بسيطة من توطين صناعة النقل الجوي. احنا عندنا يعني في وجهة نظري مشكلة في توطين صناعة النقل الجوي. نفهم النقل الجوي كصناعة وليس يعني مجرد انه عمليات نقل او طيران تجاري. المجال مفتوح. إذا أدركنا تماماً أنه إحنا بحاجة إلى أن نوطن هذه الصناعة في المملكة ونصدر إحنا طيارين وغيره إلى آخره، ونعمل وفق استراتيجية واضحة. أنا يبدو لي أنه ما في استراتيجية يعني واضحة، قد تكون لكنها واضحة لا يعني لا أراها، بينما عندنا رؤية واضحة وين إحنا رايحين فيه عارفين. طيب يعني كررنا استراتيجية، خلينا نعرف وش الحلول. طيب يعني استراتيجية انك تفكر للمستقبل وعارف كم احتياجك وش بتسوي عشان تؤهل الكوادر السعودية والى اخره. هل الامر كله مو موجود عندنا على حتى المعاهد التدريبية والجامعات وين دورها؟ امور كثيرة. شوف يا طويل العمر، القضية ليست معنية فيها جهة واحدة. يعني كل ما زاد، احنا قبل شوي نتكلم عن زياده في عدد المعتمرين وزياده في عدد الركاب وزياده في الان الهيئه العليا للسياحه، هيئه السياحه الان، كل هذه الجهات يجب انها مع هيئه الطيران المدني يكون عندها استراتيجيه واضحه لموضوع النقل الجوي بصفه عامه. يعني معليش قد يمكن لكن في جهات أخرى حكومية وليست في جهة واحدة مشتركة مع شركات النقل الجوي. شركات النقل الجوي، هل شركات النقل الجوي تبني استراتيجيتها وتتوسع في طائراتها وتتوسع بمعزل عن الهيئة العامة للطيران المدني اللي تبني المطارات وتطور المطارات، وإلا الاثنين يمشون مع بعض علشان يعني يكون فيه شيء واضح.
كل ما زاد عدد الطائرات وزادت المطارات احتجنا الى توظيف، وبالتالي الاحلال، التدريب عامل مهم جدا جدا. ما تقدر يعني في بعض الوظائف التخصصيه ما تقدر تستوعب من القطاع الخاص في وظائف التخصصيه في مجال الطيران، في مجال امن الطيران، سلامه الطيران الى اخره. طيب عشان بس ما تقولوا احنا نتكلم بس عن يعني الطيران، مو بس طيارين اكيد يعني، ووظائفكم البطاله بس مو بس بالطيران، حتى غير معنا المهندس مهدي جواد هو مهندس طيران او متعطل عن العمل في مجال تخصص. حياك الله اخوي مهدي. الله يحييك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مهدي اعطيني قصتك باختصار. ابشر ان شاء الله. احب اشكر جهود القناه ومسي على ضيوفك المستمعين الفاضل. انا مهدي الجواد، مهندس طيران متخرج من جامعه الملك عبد العزيز سنه 2016. كنت رئيس سابق لنادي هندسه الطيران لمده سنتين. احب اشكر الدعم المتواصل من رئيس الجيش مهندس الطيران وجميع الطاقم التدريس، واشكر وكيل كليه الهندسه على دعمه ومساعدته للمهندسين. نعم. واستغلال طاقاتهم في التطوير والبحث والمشاركه في نشاطات الجامعه. طيب ملاقي مهندسين الطياره اللي يعملون في قطاعات مختلفه حاليا، بعضهم يعمل في تحليه المياه، المقاولات، الاداره، مصانع زجاج، مصانع انتاج، يعني في غير مجال الطيران. ها طبعا هو هذا الاندستري ثاني، ما هو حق الطيران، لان الاندستري الطيران لحاله مختص في الطيران بس فقط. لكن هم مبدعين في مجالاتهم الوظيفيه حاليه، لان دراسه هندسه الطيران جيب تفصيل كل ماده اساسيه في الاقسام. حتى الشركات يعني ما ياخذ مهندس طيران يستفيد منه مهما كان مجاله، صحيح غير، ولكن طيب بس يعني مهدي بعد يعني ما تخرجت يعني بتخصص هندسه الطيران، ليش ما يعني عملتهم يعني عطني تجربتك انت في البحث عن وظيفه. انا الين اليوم ابحث عن وظيفه، لكن خليني اقتبس عباره من ثاني سنه في الجامعه من البروفيسور، قال مهندس طيران يستطيع ان يعمل في اي مجال. هذا انا شيء اخذت بالحرف الواحد. وبدايه من ثاني يوم تخرجت اشتغلت كممثل مبيعات لمده 6 شهور، تعلمت منها كيف اتعامل مع الجمهور. بعدين عملت كمندوب مبيعات مؤسسه دعايه واعلان لمده 3 شهور، وتعلمت يعني شويه فيها بس ما كثرت. بعدها اشتغلت كمعقب معاملات مثل اخراج سجل تجاري، تصريح بناء لمده 8 شهور. بعدين صارت المعاملات الحكوميه بالتحول الرقمي لجميع القطاعات، فهذا سهل الموضوع بشكل كبير، فما تحتاج معقب اساسا. بعدها اخر وظيفتين اللي هي صارت حصلت على فرصه اداره مجموعه مغاسل الملابس 10 فروع لمده 2 سنين، تعلمت فيها اداره الاعمال. طبعا هذه كل الاشياء قاعد تعلمت منها اشياء ما لها علاقه بالطيران صحيح. لكن الحين اخر شركه انا شغال في شركه خدمات متعاقده مع شركه ارامكو في مجال النفط والغاز، واتمنى ان اضع بصمتي في الشركه واطور من نفسي. يعني ما شاء الله عليك، يعني ما شاء الله عليك يا مهدي، ما يأست يعني من مكان لمكان، ولكن انا يعني هل طرقت ابواب شركات الطيران؟ انا طرقت ابواب جميع شركات الطيران عن طريق الالكتروني، ارسال تقديم على الوظائف عن طريق المواقع الرسميه لهم، ورحت بنفسي الى الشركات اللي لها علاقه بالطيران في السعوديه. طيب كيف كان تعاملهم معك انت بصراحه، يعني تجاوبهم؟ شوف بصراحه انا كل اللي اغلب اللي شفتهم كلهم موظفين موجودين، ولما يشوفوا السي في ويقولوا انت مهندس طيران وقاعد تدور بهذه الطريقه، كل يتعاطف معك، وكله يود ان يوصل السي في تبعك، بس ما في اي رده فعل. انا لكن الان يعني تغير هدفي، وهدفي اني افتح اكبر مغسله طائرات في الشرق الاوسط. يا سلام. وتكون مختلفه عن اي مغسله. اي وتكون مختلفه عن اي مغسله طائرات في العالم، فكره جديده، ويكون مقرها في السعوديه وكل العاملين فيها سعوديين 100%. يعطيك العافيه يا مهدي، ويعني انا اهنيك على صبرك، ما شاء الله ما في شيء الا اشتغلته، يعني رغم انه يعني تخصصك هندسه الطيران، واللي فهمته حتى من قناه خلوق يعني ما تبي تقول انه فعلا ما لقيت يعني تدخل مع باب تطلع مع الباب الثاني بالشركات الطيران اللي انت تواصلت معها او طرقت بابها. نطرق لانه في مجال الطيران كمهندس طيران انت عشان تشتغل في شركه طيران تحتاج الى سنين خبره، ممكن تحتاج سنتين خبره في مجال الطيران، يعني لازم تشتغل في شركه اساسا. فانا اتمنى ان زملائي مهندسين طيران متخرجين جدد والباحثين عن عمل
تحتوينهم شركات الطيران برنامج تدريبي على رأس العمل. طيب. مقابل مكافأة بسيطة. جميل. واضح. 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 إيه إنه سنة خبرة بس. شكرا أخوي مهدي. أبي منك تعليق. أولا ما شاء الله تبارك الله، يعني مهندس مهدي نموذج ناجح للإصرار، وهذا اللي يعني الصفة اللي لازم يتميز فيها أي باحث عن عمل أو أي موجود حتى في العمل. نوع على نقطة مهمة، أنه يحتاج خبرة، طلب منه خبرة. في وظيفة في قطاع في وظائف كثيرة في قطاع الطيران ما تحتاج لا خبرة ولا تأهيل ولا أي شيء، بشهادة ثانوية عامة تقدر تدخلها، بإتقانك اللغة الإنجليزية تقدر تدخلها، وأعتقد أنه متقن للغة بحكم يعني خبراته وبحكم تخصصه. وظيفة المضيف الجوي سهلت الدخول في كل شركات الطيران، مجرد ما تكون لائق يعني جسديا ولائق يعني جسديا وطبيا ولغة معك، مباشرة تأخذ التدريب الكافي حتى تدخل الكابين كرو أو وهذه أو كوظيفة لحاملي رخص الطيران، وأعتقد كابتن عبد المحسن أعرف مني بالمجال هذا، لحاملي رخص الطيران الباحثين عن عمل أسرع وظيفة ممكن تنقلك من الكابن إلى الكوكبت أو من خدمة الركاب إلى قيادة بالركاب. طب مهندس طيران تبي شغل مضيف، لو بدأ مضيف وش المشكلة؟ سنة سنتين عرف مداخل الطيارة ومخارجها. طيب. وعرف خدمات الأرضية. إيه؟ وتعاون مع خدمات الأرضية ممكن يأخذ له جنب بعد كذا في أي مجال ثاني. طيب أبي تعليقك من تجربة، يعني مثل هذا مهندس طيران، أنت تقول ترى القطاع طيران مو بس الطيران، طيب هذا مهندس طيران معاطل. نعم مهندس طيران، وهو يمكن ذكر في 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 مداخلته أنه يحتاج التدريب على رأس العمل ومحاوكم بقوانين ومن وين أخذ. وأنا يعني في أشياء محاور ثانية يعني أتكلم فيها مع الأخ ناصر، إنه يعني أيضا يجب أن نحافظ على كوادرنا اللي يروحون يدرسون، هذه أيضا أحد المعوقات أحد المشاكل. يجب أن يكون الآن أنا عندي يعني فكرة في بعض المدارس إنه يدرسون وفق نظام معين. يعني لا يمكن أنه بعد ما يدرس بعد الدراسة المبدئية هذه مباشرة نحطه على طائرة نقل ركاب. في نظام، في حكم، لابد أن يأخذ كورسات ودورات مكثفة. نفس الشيء يجري على المهندسين. يعني أنا أذكر وقلت يعني إذا كنتوا تتعذرون بالتدريب وتكلفة التدريب يا شركات الطيران، أنا ما أقصدكم أنتم بس طيران، أقصد شركات تشريعات. لا لا لا، بس أنا أقول لك نقطة، إذا كان التعذر أنه والله الكوست عالي حق تدريب ابن الوطن وتأهيله، يا أخي انقلوا هذا الأمر يا أخي للهيئة، خلوا وزارة العمل تعرف هذا الجانب، يصير عندنا يا أخي شركة تدريب أو عندنا معهد أو أكاديمية وطنية. إحنا عندنا حقة الأكاديمية السعودية فيما يتعلق بالمراقبين الجويين، لكن باقي القطاعات إذا الكوست عالي عليكم يا أخي يصير عندنا فعلا تشارك فيها الشركات الخاصة، ومع كذلك وزارة العمل تبادل على سبيل المثال. سبقتني بالنقطة هذه بالتحديد يا أستاذ خالد، مؤخرا يعني عشان نضمن نجاح توطين قطاع لازم تكون عندنا معاهد التدريب. مؤخرا فتح عندنا أكاديميتين. أيه. في أقل من سنة، كسر احتكار بالسوق، خلق منافسة، تم من أكثر من عقد من الزمن، شركات كثير طلعت في السوق، الحين عندنا 5 ناقلات، عندنا أكثر من مزودي خدمات أرضية، أكثر من شركة، وضع استراتيجية معينة، أرجع كلمات الاستراتيجية والتعاون بين الجهات لضمان التأهيل الكوادر. أرجع وأقول على التعقيب على مداخلة مهندس مهدي، الخبرة على رأس العمل حاليا، يعني ممكن سوقنا حاليا تو يدخل مرحلة الخصخصة في قطاع الطيران، هذه برضو النقطة لازم تأخذ في الاعتبار. أول كان الهيئة كهيئة الطيران المدني هي مشغل ومشرع، الآن بدأت الخصخصة، بدأت مع الرؤية، بدأ برنامج التحول الوطني، بدأت أمور كثيرة يعني تتغير. راح تواجهنا كباحثين عن عمل، راح تواجههم مشاكل وتحديات. طيب أنا بس الوقت داهمني، بس أبي منك تعليق أخير. أنا كنت موظف سابق في مطار الملك خالد، وكان في طريقة يعني جربناها للإحلال السعودي من كان أجنبي، وكنا ربطناها بالبطاقة الأمنية. كيف؟ يعني نسبة معينة لشركات الطيران اللي تعمل عندنا في المطار، شركات الطيران في الفرونت ديسك، في الخدمات الأرضية مثلا، أو في شركات الطيران الأجنبية، ما نصرف له البطاقة الأمنية حتى يحقق نسبة سنوية متراكمة أو تراكمية حتى من السعوديين، لازم هذه واحد. الشيء الثاني، حتى لو كانت معارف الأكاديميات اللي فتحت ما نبغاها تكون غالية جدا لتدريب أبنائنا ويلجؤوني لأنهم يدرسون برا، يجب أن تكون أسعارها في المتناول. يعني واحد يقول أنا تكلفني الساعة مثلا 400 ريال، بينما أجدها برا ب100 ريال، أروح برا وأوفر تقريبا زيادة.
لكن وهذا اللي يخلي معلش نشوف حتى ببعض الدول العربية القريبة من عندنا ها بالضبط يعني صار يروح بعض يدرب وأحيانا وعشان بس نسد حتى الثغرة اللي يقول والله هناك يرجعون وكفاءتهم بالحيل يعني بناء على تدريبهم هناك مش ذاك تدريب يعني ذو كفاءة عالية. لذلك يا أستاذ خالد المحك الرئيسي ليس مجرد حصولك على وسطنا، المحك الرئيسي هو بعد أن تتجاوز اختبارات الهيئة وتدخل إلى التدريب. هذا فيما يتعلق الطيارين لكن هذا مهندس طيران وعاطل. هذه مشكلة. أيضا هل في يعني إحصائيات وستاتستكس هل في خطة معينة نقول نرجع نقول استراتيجية وخطة للإحلال تجبر فيها شركات الطيران والشركات العاملة في المطار؟ أحيانا نقول يا أخي مشكلتنا في أن قطاع الطيران في بعض جزئيات يا أستاذ خالد أبتلي حقيقة بأناس يديرون بعض القطاعات وهم أصلا من خارج الصناعة لذلك لا يتكلم نفس اللغة مع الناس. طيب أنا وقتي داهمني لكن أتمنى أن نتحدث يعني نكون قد قرعنا الجرس ويمكن أضاءنا يعني شمع في هالموضوع المهم جدا توطين قطاع الطيران. شكرا جزيلا لكم الحقيقة يعني شكرا للكابتن عبد المحسن العريفي مدير عام تدريب في طيران الناس لطارق العيد الطيار ومهندس طيار المختص في السلامة شكرا كذلك لناصر الغامدي طيار السابق والمختص في أمن الطيران. باختصار شديد يعني يمكن بدأنا بأمل ومن أنه خلاص مع بداية العام القادم 2020 سيتم إلزام الشركات من قبل هيئة الطيران المدني طبعا أكيد مع وزارة العمل لشغل وظائف ومضيفة مساعد طيار وإلزامهم بذلك في السعودية. هذه خطوة جيدة لكن ماذا عن باقي الوظائف والقطاع بشكل عام اللي قاعد ينمو يوم ورا يوم بإمكانه أن يخدم كذلك اتجاهنا في تخفيض نسبة البطالة إلى 7% بحلول 2030 إذا درسنا القطاعات وعارفين وين رايحين قاعدين ننمو. هل عندنا كوادر تؤهل؟ هنا التدريب هنا المراكز المؤهلة معنا كثيرة لكن أتمنى أن نكون قد قرعنا الجرس ونشوف التجاوب من وزارة العمل مع هيئة الطيران المدني في هذا الملف في أمان الله.